ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف يمكن أن نقوم بتحديث التطبيق الخاص بلعبة لغز الألغاز. هنا إذا نظرنا في المراحل فإنه فربما يكون مثلا عندي آخر مرحلة هي رقم 78، ونحن دوما يوميا نقوم بإضافة مراحل جديدة. في حالة وجود مراحل جديدة لم تكن هذه المراحل لديكم في اللعبة، فلسوف تقومون بالضغط هنا على التحقق من المراحل الجديدة، ثم تقوم بالتحميل. هنا سوف يقوم بتحميل مراحل جديدة إلى اللعبة. لربما لا تكون هذه المراحل التي حملتها هي جميع المراحل، اذهب إلى المراحل وتأكد أنها المراحل أنه ليس هناك مراحل جديدة. سوف تجد تحقق من المراحل الجديدة. هنا سيقوم بإعطائك 30 مرحلة جديدة تقوم بتحميلها، ثم بعد ذلك أعتقد أنه لا يوجد الآن مراحل جديدة، ربما تكون آخر تحميل. نعم، الآن أصبحت جميع المراحل المتوفرة 140 مرحلة أصبحت موجودة. بالطبع إذا قمتم باللعب هنا سوف يظهر أمامكم السؤال، وأصبح كما يعني أود أن أذكركم بطرق الشراء الجديدة بمشاهدة الفيديو أو بالمشاركة على تطبيقات تويتر وفيسبوك وتطبيقات الأخرى، أو شراء نقاط من على المتجر متجر جوجل بلاي. يمكنك أن تقوم بالشراء من جوجل بلاي. أيا كانت الوسيلة التي تريدها فإنها سوف تفيدك في حل الأسئلة، فلربما تقوم باستخدام وسيلة مساعدة من هذه الوسائل، فتقوم مثلا بحذف الأحرف الزائدة، فلسوف يقوم بحذفها هنا.